الصلاة والسلام على أشرف المرسلين شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بالحضور أبنائي وبناتي وكل الطاقم الإداري وكل المتواجدون في المدرسة. أقول رمضان كريم وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة إن شاء الله والصحة والعافية لنا ولكل الأمة الإسلامية جمعاء. قولوا آمين. آمين. بمناسبة الشهر الكريم العظيم رح نسمعوا ما تيسر من القرآن الكريم. يا حافظ القرآن قد خصك الرحمن، رح نسمعوا مع التلميذ حاجي قويدري يونس ما تيسر من القرآن الكريم، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم مصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم.
شبهوا الخيال عمليها تمثال المسير كل تعبت ورفت ونشال.